اهلا بيكم حلقه جديده. النهارده فيديو مختلف شويه، هنعمل ترتيب الابراج او الابراج الاكثر. طلبت منكم دايما ان انتم تشوفوا انتم محتاجين ان احنا نرتب الابراج الاكثر على حسب ايه، وفي فيديو طلب مني بقاله اسبوع ان احنا نرتب الابراج، مين هم الابراج اللي بيفضلوا يراقبوا الشخص اللي كانوا بيحبوه او مرتبطين بيه بعد الانفصال، يعني بيفضلوا خايفين عليه، بيشوفوا السوشيال ميديا بتاعته، بيدخلوا كده على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى واتساب يشوفوا اونلاين ولا لا، ودخل اونلاين امتى وطلع اوفلاين امتى، وتفاصيل كتير 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 جدا. هل في ابراج بتعمل كده؟ تخيلوا في ابراج بتعمل كده. طب هما بيعملوا كده ليه؟ لان هما الابراج دي مش سهل تنسى الحبيب، يعني ممكن نقول الابراج دي يعني صعب ينسوا الحب، يعني بيفضلوا متعلقين بالشريك او بالحبيب اللي سابهم لفتره كبيره جدا. انا عايزاكم تتوقعوا مين الثلاثه اللي في الاخر والثلاثه اللي في الاول. احنا هنرتب ال12 برج دلوقتي حالا، مين هما الابراج الاكثر مراقبة للشخص اللي كانوا بيحبوه بعد الانفصال. كالعادة بليز ما تنسوش تتابعوني وتقولوا لي انتوا متفقين معايا في الترتيب ده ولا لا، قولوا لي اتفرج على فين وانتوا برج ايه. طيب وقولوا لي انتوا متفقين معايا بنسبة كام في المية. طبعا انا قعدت احلل الابراج كتير جدا جدا، قعدت افكر مين هم الابراج اللي هيفضلوا يحبوا الشخص ده وهيفضلوا يفكروا فيه بعد الانفصال علشان اقدر اديلكوا الترتيب المناسب. مش عايزه خناقات، مش عايزه كلام كتير، عشان دايما الابراج الاكثر ده فيديو بيبقى فيه حساسيات وخناقات وضرب نار في التعليقات، فيا ريت نحب بعض يا جماعه ونحترم بعض. طيب ال12 برج، انا هقول اكتر ست ابراج، يعني هقول لكم لا نبتدي من تحت احسن، نبتدي من تحت. في المرتبه ال12 من اكتر الابراج اللي سهل تنسى جدا جدا طبعا وبلا منازع برج القوس. برج القوس برج خفيف خفيف كده، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. فبرج القوس الناري هو من الابراج اللي هو بيحب التنطيط بسرعه، هو بيحب التحرك بحركه، هو بينسى بسرعه اصلا، فاخر يوم يومين ثلاثه بالكتير قوي فجاه تلاقيه اصلا دخل في علاقه جديده وبقى بيحب حد جديد ومش في دماغه، يعني ممكن بقى كل فتره كده لو جه اسمك يقول صح ده كان حد انا كنت مرتبط بيه، كنت مصاحبه وكنت اعرفه، بس مش هيبقى ادكتد للموضوع زي ابراج تانية هنقول عليها دلوقتي. فبرج القوس طبعا طبعا مش كده خالص خالص خالص. يجي بعدي برج هوائي، وهو اول برج هوائي معانا هو برج الميزان في المرتبه ال11. برج الميزان من الابراج اللي برضو بينسوا بسرعه، هم مودي اصلا، فممكن يعني ايه يعني هيفضل متاثر اسبوعين ثلاثه وكل شويه هيفتكر بس هو برضو هتلاقيه بيدور على الحب الجديد وعايز على طول ايه يدور لك على بديل، هو مش هيبقى قاعد بقى بيبكي على الاطلال، وشويه هيشوفك بس لما تسمع يسمع اخبارك هيبقى انترستد يعرف ايه اللي بيحصل معاك، بس هو مش هيبقى يعني قاعد كده ما بيعملش اي حاجه في حياته غير ان هو قاعد يستني اخبارك زي ابراج تانية خالص خالص خالص. بعديه اخوه برضو الهوائي وهو برج الدلو. برج الدلو ده ممكن يقعد اسبوعين ثلاثه. الدلو برضو من الابراج الملوله، هو ممكن يكون اصلا زهق منك من قبل ما يسيبك، فبالتالي الدلو مش من الابراج اللي بتفضل فاكره وبيفضلوا حاطين الموضوع في دماغهم، بالعكس هو سريع سريع كده، وهو مش هيراقبك كتير يعني شويه وخلاص بقى، يعني ممكن كل افري يعني every time كده يدخل يشوف ايه الاخبار عندك على السوشيال ميديا وايه ويتاكد ان انت كويس وخلاص، يعني اما هو مش هيبقى very addicted زي ابراج تانية هنقولها دلوقتي. احنا قلنا دولت اكتر ثلاث ابراج هينسوا بسرعه وهيدخلوا بقى يبداوا يفكروا في علاقات جديده وهيبداوا ايه يتحركوا بسرعه، ومش هيبقى الموضوع في دماغهم ان هم يبقى يراقب الشخص اللي كان بيحبه ويشوف مين بيكلمه مين بيعمله لايكس مين فكر يعمله مين بيتواصل معاه مين. في ابراج هتتجننوا منهم. طب في بقى من المنطقه الوسطى بقى، ندخل على المنطقه الوسطى اللي هم 50-50 يعني عادي يعني مش قوي بالنسبه لهم. هيجي عندنا برج الاسد الناري. برج الاسد برضو من الابراج اللي يعني خلاص بقى هو العظمه بتاعته انا راقبه ليه، يعني هو خلاص مش هو قرر يسيبني ومشي الكلب ده خلاص يلا مع السلامه يا رب، ده انا هكسر وراه قلتين كمان، فتلاقيه عادي جدا مش متضايق، يعني العظمه بتاعته انا بتاعته هتلاقيه هو شايف ان انت خسرته. انا حاسه ان انا سخنه، استر يا رب. هتلاقي العظمه بتاعته ده اللي انا بتاعته اللي هو يلا بقى هو ايه يعني هو اكيد هو الخسران، ومش هيبقى يعني مش هيبقى انا غيرت الفلتر بس عشان كنت حاسه ان حاطط لي ميك اب كتير قوي. خلاص بقى يعني فاهمين هو مش هيبقى interested قوي وخلاص بقى، ويبدا ايه يعني هو حاسس ان انت فقدته، انت اللي فقدته مش هو اللي فقدك، وانت المفروض تراقبه مش هو اللي يراقبك. نيجي بعد كده عندنا هيجي برج الموضوع محير، خلاص احنا دخلنا في المنطقه النص. ممكن برج الجوزاء. برج الجوزاء
هو من الهوائيين، بس ما حطوش في الاول لان برج الجوزاء شخص فضولي جدا جدا، يعني عنده حب الفضول وحب الذات، فبالتالي برج الجوزاء من الابراج اللي هيبقى لا شويه، هيفضل شويه كده ويقعد يقول يا ترى بقى لا حد احسن مني، وحد امور زيي، وحد دمه خفيف زيي، يبقى ايه شايف ان عنده فضول. انا شايف ان هو هيفضل فضول. طيب احنا كده وصلنا لاكتر 7 ابراج. 7 ابراج انا كنت محتاره جدا بصراحه، مين الابراج اللي هتفضل تراقب بعد ما يمشي. بصوا بقى خلاص الترتيب بقى دلوقتي بقيت ايه، ممكن نقول عقرب في المرتبه 7 هيجي برج العقرب. برج العقرب برضو شخص شايف نفسه وشايف ان هو خلاص اكيد عمل اللي عليه والزياده، وبتبقى كرامته بتنقح عليه او عزه نفسه وكبريائه، فبالتالي مش هيفضل يراقبك، لا مش خلاص يلا مع السلامه والباب يفوت كمان، ومش هيبقى لا، ما انا شايفه العقرب مش هيبقى يعني مش هيبقى من اكتر، بس هو طبعا اكتر من الابراج اللي قبل كده. نيجي بقى للتوب 6، مين اكتر 6 ابراج؟ عايزاكم تتوقعوا الترتيب، وعايزاكم تقولوا لي تحت مين اكتر 3 ابراج، وانت برج ايه وبتفضل تراقب الحبيب، واحكوا لي قصصكم. طيب في المرتبه السادسه هيجي عندنا برج الجدي. برج الجدي بقى المحقق كرومبو، لان برج الجدي اصلا هو مش سهل يحب، فلما هيحب حد هيبقى صعب ينسى، فبالتالي برج الجدي من الابراج اللي هيفضل يدور وراك، يشوفك بتعمل ايه، يشوفك حبيته ولا لا، يشوفك بيشوف الستوري بتاعته ولا لا، وخاصه لو بيحبك، لان الجدي مش الابراج اللي بتقع في الحب بسهوله، فبالتالي هو من الابراج اللي صعبه ينسى، فعنده هوس المراقبه، عايز يشوف مين بيعملك. هو غيور كمان، الجدي غيور جدا وعنده حب تملك وعنده مسيطر، فهيفضل يراقبك لفتره لو هو كان بيحبك بجد، لان هو شايف ان هو يعني مش عايز تخسر، الجدي زعلان ان هو خسرك، فيفضل لفترات طويله جدا يشوف السوشيال ميديا بتاعتك، ويدخل على الستوريز بتاعتك ويشوفك شفت الستوريز بتاعته ولا لا، وايه اللي بيحصل بعد كده. طيب بعد كده في المرتبه الخامسه احنا وصلنا للتوب 5، عايزاكم تتوقعوا يا جماعه. في المرتبه الخامسه هيجي عندنا برج برضو، وهو برج الثور. برج الثور من الابراج اللي صعب يحب، ولما بيحب بكل جوارحه. برج الثور من ابراج الرومانسيه الحبيبه، فبرج الثور من الابراج اللي يعني هيفضل بقى يراقبك بجد، هيفضل يشوفك بتعمل ايه، مين بيكلمك، مين بيعمل لك لايكس، مين، وكل شويه يدخل على البروفايل بتاعك يشوف. هو الثور كمان غيور جدا، فالثور بقى يشوف ايه، مين اللي ممكن يكون خد مكانه، مين بيعمل لك لايكس، مين بيعمل لك كومنتس، انت لابس ايه، ولبسك ضيق ولا مش ضيق، ولبسك مناسب ولا مش مناسب. والثور كمان من الابراج سنسيتيف قوي، يعني هو حساس جدا وغيور وعنده حب تملك وسيطره، فكل الصفات دي بتخليه حاسس ان انت لسه بتاعه، حتى لو احنا سيبنا بعض لا انت تخصني وتهمني، فبالتالي انا مش عايز ان انا مش عايزك تروح حد تاني غيري، فانت بتاعي اور ماين يعني، فعند حب التملك والسيطره بيسيطر عليه. طيب وصلنا للتوب 4، عايزاكم تتوقعوا مين هم التوب 4. طيب النمبر 4 بقى طبعا برج انا بعشقه، يعني انا بعشقه يا جماعه، برج الحمل. برج الحمل برج غيور جدا، مسيطر جدا، هيفضل يراقبك لو كان بيحبك بجد، هيفضل يراقبك كتير قوي قوي سنين، ويفضل يبقى بيشوف انت بتبعت له ولا لا، بيشوف وهو هيراقبك يشوف مين بيكتب لك حاجات، مين بيعمل لك لايكس. الحمل بتدخل اللاين امتى وتلاقيه بيكتب، هو ذكي وقوي الملاحظه جدا، بتلاقيه بيركز في ادق التفاصيل، مين بيعمل لك لايك، مين بيشوف يعني بيشوف ويدخل على بروفايلات الناس، ويعني هو محقق وشكاك كمان، الحمل شكاك قوي، فهيعمل الكلام ده بدقة شديدة متناهية. طيب توب 3 يا جماعة، توب 3. طيب في المرتبة التالتة هيجي برج مائي، وبرج شكاك وغيور وعنده حب امتلاك، ومش سهل، مش صعب جدا ينسى، يعني ما بينساش، ده بيفضل بقى سنين وظهره ممكن يفضل طول حياته ما بينساش. برج السرطان. برج السرطان المائي من الابراج العاشقه الولهانه، رومانسيه جدا جدا، اللي هو انت ممكن تسيبه يفضل سنين وسنين بيراقبك، وانت تصاحب وهو يصاحب وبرده بيراقبك، وممكن يتجوز ويفضل يراقبك. هو كده برج الدلو، لما بيحب حد بجد هيفضل، سوري السرطان، هيفضل يراقبه forever and ever and ever and ever طول حياته، ويبقى حبك قوي قوي، لان هو مش سهل ينسى ومش سهل يحب، تفضل طول حياتك في ذاكرته، وهو كمان شكاك، فدايما هيبقى بيتفرج عليك. طبعا جينا للتوب 2، كانوا بيقطعوا في بعض في المنافسه، عايزاكم بقى طبعا انت خلاص عرفتوا، بس تتوقعوا مين المركز الاول. طيب في المرتبه الثانيه هيجي برج انا، برج العذراء. اوف بقى
انا يا جماعه ملكه المراقبه. انا ممكن انا شايفه ان المخابرات المصريه تستعين بيا والله العظيم، هفيدهم جدا بخبراتي. شايفه ان جهاز المخابرات لو انا دخلت فيه انا هحطم لهم الارقام القياسيه في المراقبه. طيب برج العذراء بقى يا جماعه دي لعبته بقى، عمره ما بينسى، وتلاقيه بقى سنين وسنين وسنين ويدخل بقى ايه، مش بس انا يا جماعه اكون مهتمه بحاجه، مش بس هيدخل يشوف مين اللي بيعمل لك لايك، لا ده هيدخل ممكن يفضل يفصص الاكونت بتاعك كل يوم، والناس اللي انت بيبقوا فريكوينتلي بيعلقوا عندك كمان هيدخل يشوف مين بيعمل لهم ايه. انا عن نفسي كده، ويشوف مين عمل لك لايك، ويدخل على الناس اللي عمل لك لايك يشوف مين بيعمل لهم لايك وانت بتعمل لهم لايك ولا لا. ممكن يقعد سنين بيدرس الاكونتات بتاعتك على السوشيال ميديا، يعرف انت بتقابل مين، ويسال صحابك ويقعد يحقق ويمقق لدرجه ان انت ممكن تكون نسيته اصلا، هو لسه بيراقبك ولسه بيستمر ويستمر ويستمر، لان العذراء برده من الابراج اللي لما بتحب بجد صعب تنسى، وهو محقق وشكاك وعنده حب للسيطره، وهو دي اورينتد بيحب التفاصيل، هو محقق كرومبو. في المرتبه الاولى وبجداره هيجي عندنا برج الحوت المائي. برج الحوت لما بيحب حد ممكن يفضل يراقبك بقى لحد ما هي. ممكن فوريفر اند ايفر، فوريفر اند ايفر، فوريفر اند ايفر. برج الحوت مش يعني ده مراقب بقى يعني ايه بالفطره كده، لان هو رومانسي جدا، ولان هو حساس جدا، ولان هو عاطفي جدا، هيفضل يراقبك عشان هو بيحبك، هيفضل يراقبك لان هو الحب الحوت وانتقامي كمان قوي يعني، فهو بقى لازم يراقبك عشان يعرف يدخل لك من امتى وتحليلي وحاجات كده، لدرجه ان انتوا لو رجعتوا لبعض تاني عذراء وحوت ممكن يقعد يحكي لك انت صاحبت مين واتكلمت مع مين وصحابهم كانوا مين وخرجتوا كم مره ورحتوا فين، لدرجه ان انت تقول له ايه ده، لان مثلا هيبقى داخل عارف ان انت عملت تشيك ان في مكان كذا وكنت خارج مع كذا، لانه شاف صورهم وصور صورهم. ده مش بس هيراقبك، ده هيراقب صحابهم وصحاب صحابهم، وترك ترك ترك يعني، والله جهاز مخابرات. الثلاثه دول اجهزه مخابرات، حوت عذراء سرطان حمل، حمل كمان حمل يمكن البرج الناري الوحيد اللي في المقدمه يعني. فاحنا كده من النهاية هم الأبراج المائية والأبراج الترابية هم دولة المحققين. قولوا يا جماعة بصوا اعملوا شير بقى كتير قوي قوي قوي، اعملوا شير كتير جدا 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 لأصحابكو، وكمان قولوا لي تفرجوا عليهم فين، هسيب لكم فيديو زينة حلوة جدا جدا تفرجوا عليها. عايزين نوصل الفيديو ده 10 مليون فيو و 20 مليون لايك، واعملوا لايك وبليز قولوا لي انت صح بتعمل كده ولا لا. انا عايزه اسمع رايكم تحت في الكومنتس، وقولوا لي انت برجك ايه وبتفضل تراقب حبيبك ولا لا وبنسبه كام في الميه. يعني انا عذراء لو اتفصلت عن حد هفضل اراقبه بنسبه واسال عنه وابقى عندي فضول كده بنسبه 99%. طبعا الحوت هو اللي 100%، فانا عذراء 99%، انا عذراء وافتخر. قولوا لي يلا انتوا برجكم ايه، هتفضلوا تراقبوا الشخص اللي اتفصلتوا عنه ولا لا؟ وناس المعترضه مش عاجبها كلامي وريني نفسهم في التعليقات، وادعوا لي يا جماعه عشان انا شايفه نفسي ان انا سخنه، ربنا يستر بجد. مش وزوري بدا يوجعني كمان، حاسه ان زوري بيوجعني من هنا. طب يا جماعه انا محتاجه اعمل كولابوريشن مع دكتور اسنان، ومحتاجه دكتور تغذيه، ومحتاجه فيتنس كوتش، ومحتاجه دكتور الجلديه. يا ريت اي حد انترستد يتواصل معايا. ثانك يو، باي، مع السلامه.